شنو دار مع خويا بالكره، تعاون مع خويا الحمد لله 120000 ابوني في الفيسبوك. يقول لي مالو السينيا راه حنا معاك دابا يتكيف عليك. اه ماما السينيا لي واش ما تيهاش تشاف هو تا هو وتغربه وكذا وكيتقاتل مع الوقت. لا ما السينيا البوب 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 راه سب ليا والديا. شوف وي وي داك الملك يسب ليا وبار ما كيسقلوش البجر. وشوف انا راه طلعت هضرت معاه البارح قلت له ما شفتوش كاع ماشي والديك انت ما يجبدكش ما كيعرفكش ما يجبدكش. قلت له هشام الرجوله تعاد منه حيت قال لك هو فرحان بديك لي زابوني اللي عنده. انا فرحان بهاد لي زابوني اللي عندي اه فرحان بهم اه فرحان بهم ونتكيو عليك بالسينيا الله تنطيروك لكم يا استاذ. ما تسينياش عرفتي علاش انا كنعرفو مزيان فهمتي هو معمر عمروه عليك تيتو معمروه عليك عمروه عليك وصافي خير. هو كيهضر حيت كان في المانيا ما كون جاني في المغرب ما غيقدرش يهضر والله ما يهضر. هذا عارف في المانيا ما عنده لا اوراق لا والو كيترنن ولكن هو سنطلع لعندك الالمانيا غير جيب الصدفه وغنطلع عندك الالمانيا وانت اللي كتقول لي وانت اللي كتقول لي اه فرحان بديك لي زابوني اللي عندك ما عندهم ما يصوروا مني غنشوفهم دابا يا 3000 ولا 6000 بالله والله جات الطياره في ديك الكونت اللي فرحان به عندك كذا 20 صافي باغي السينيال قال السينيال السينيال علاش كتسب لي والديا خمسه د المرات خايبو. لا لا انا طلعت هضرت معاه في اللايف راه خويا سبو وي وي سبو وي انا شتا شبيني وبينك شوف الوالدين سبو كندورو سبعه ديال الدورات على القبله. اسمع اسمع الوالدين سبو واسمعني خليني نهضر خليني نهضر وخليك تهضر. الوالدين ديالك سبو طلعت انا في اللايف داك الساعه قلت له قلت له اشرف طلعني كيطلعني دغيا قلت له خويا اشرف هشام ما كيعرفكش هشام بعد منه ما بقاش تسمع لي طلع في اللايف يقول لك كذا وكذا وتجي مع الموجة انت مازال صغير تكذب على راسك انت ما عرفتش كتلقى كتقول له ايوا هو كي شوف علاش كتهضر عليها هذيك علاش كتهضر عليك الخامسه هذيك صح كنعرف ما تهضرش عليها صح مزيان انا اون بير شوف انا اللي حسها احترمتها وسكت ما بغيتش نهضر سكت ما تهضرش عليها اصلا كاع ما تهضرش انا كنهضر على اشرف هو مول لايف كلاش مع 12 شعل بالفلاش اقسم بالله جات في كلاش مع 12 شعل بالفلاش هذيك القريده اللي كانت ما عرفتش علاش حيت كطلع دابا هو كيكون كيهضر كتطلع هي كتقول اه ايوا كيبقى يسب كتحل وحدها ولا ولا سنخلطك انت وياها كون كانت دري وسير تمشي من الدار ما تبقاش تحل قدام الدري ترجل والدري ديال الغربه كاملين رجال انت بزاف عليك الغربه والدري ديال كلشي كيقول السينيال 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 السينيال. شوف انا متفق معك بهاد الحاجه ما يسبش الوالدين الوالدين يبقاو بعاد انا طلعت معاك والله يبقى خايف طلعت معاك والله كاين ما عاطفه لا والو تخيل بعد ما كتعرفوش عمرك شتي سب لي ما كتعرفوش عارف ما كتعرفوش عارف الله يرحم لكم الوالدين الدراري الله يخلي لكم ديك الميمات وديك الاباء ديالكم خوتي انا والديا ما ساكنش معاهم ما ساكنش معاهم علاش يسبهم ليا علاش يسب ليا والديا ما كنخدم لا عاطفه لا تلعبه تخيل واحد خمسه د المرات وكيسب لك والديك ودير عليك فيديو في اليوتيوب مالك اصاحبي مالك مالك راه انا ما كنخصش هضره ولكن اش بغيتي نضرب شوف انا هضرت معاه البارح في اللايف قال لي صافي خير البوب ما تجبدوش ولكن والديك عندهم الله يخليها له اللي ما عندوش الله يرحمها انا حتى الوالدين حتى الوالدين انا امي ما كتزقلش البجر هي لا با والله ما كيزقلوا البجر كاملين هكاك اخويا الحمد لله الله يخلي لنا والدينا تا بنادم يصلت للوالدين بزاف انا قلت هضرت معاه قلت له اشنو 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 قال لي صافي خير البوب ولكن اخويا مازال كيهضر جبر راسو انا اللي عليا قلت له راه مازال كيهضر مع عاوتاني دار اللايف هو ديك القرده ديال طنجه هذا القريده ديال طنجه ها ما قدمنا الشاهدين عليك انا عاطيك اتساع انا كنتبرى منك هضرتي معايا في الواتساب دابا انا نقلب عليك انا كنعرفك مزيان وكتعرفيني مزيان وبيني وبينك احترام ما عمري اذيتك ما عمري سبيتك ما عمري قصك ما عمري توشيك كنعرف عليك كبيره وصغيره الله يرحم لك الوالدين راه بزاف عليك طنجاوه انت هي من الصقه على طنجه انت ماشي ساكنه هي ساكنه في طنجه الله يرحم ما عندهاش لاكسون ديال طنجه هذيك كاع واش شفت نعرفها مزيان انا ما غناديهاش ما غنسبهاش ما غنقولش شنو كاين في الموضوع انا غير تنتبرى منك عرفتي علاش عرفتي علاش بقى فيا الحال حيت هي اخي البوب انت كتعرفيني شتي كيسب قولي له لا ما تسبلوش والديه وكذا هذاك الشيء اللي درت انا هذاك الشيء اللي درت انا غتكون ماشي فعال غتكون ماشي فعال ديال بنات الناس هشام تابع تابع عقلك سي بو قلب على هذا السيل هذا انا هضرت معاه نقول له هشام بعد منه راه هضرت معاه البيرو وعملنا فيه الله يرحم لك الوالدين بنادم ما يبقاش يغلط معك فيا الله يرحم الوالدين البير تلاحيت غرت فيه عامت فيه انايا والثلاجة حليتها وكليت منها انا راه الرجولة وحق الله ما كنسبش بنادم بالله الله يرحم الوالدين بنادم يبعد بلا ما تقول لي بلا ما تقول لي الرجولة راه الافعال ديالك الرجولة انا عجبتيني البارح مع خويا عجبتيني ذاك النهار مع ديك البنت ديال البوسطة والهيرسيك العز
زون الصرف تحية لهشام فهمتي. وهشام انا قلت له بلع قلت له هشام بعدو من الناس كتبقاو تهضروا على هشام علاش ما فهمتش والله اقسم بالله ما عمري شفتو والله ما سنعرفوش فهمتي. وانا الدري عزيز عليا ماشي مع الحياة انا الدري عزيز عليا ولكن عمر هو وقع له مشكل مع صلاح صافي لكم انت صلاح انا مالي علاش جبتو هشام دابا انتما وقع مشكل مع باب ولا صلاح ولا فلان جبتو هشام تخيل واحد الدري كنعرف واحد الدري كنعرفها فرنسا واحد الدري كنعرفها فرنسا قديمه واحد الدري كنعرفها فرنسا من قديم الزمان واحد الدري كنعرفها من قديم الزمان شي 3 سنين ولا 4 سنين وانا تنعرفها دخل عندي البارح كتقول لي شنو كتقول لي الملولي ديك صالح هضر معاه راه طلع كيسبني فاختي بيناتكم انت وياه انا مالي ولا مال صالح انا انت المناجر ديال صالح واش شوف صالح حتى كيبوب كنطلع صالح كنضحك انا وياه انا صافي كيخرني بالضحك المهم شوف انا هضرت معاه سي بو نساو هذا الموضوع بهذا الموضوع علاش بقى فيا الحاله خير بو بحيت كنعرفها حيت كنعرفها وطلعت معاه درت مسا بحالي ما كتعرفنيش وكتعرفني مزيان كتعرفني مزيان البوب صاحبي بقى فيا الحال دابا انا البوب كنعرفك سمع شويه كيهضر عليك وبقيت ساكت خليه كيسبك كنقول انا سمعتو كيهضر عليك طلعت عنده قلت له بعد انا هشام فهمتي حيت كنعرف هي طالعه معاه وكتخرب الضحك وانا كنعرفها هو كيسب لي والديا على الاقل بقى فيا الحال تقول له ايه اشرف والدين بلاش والله تكبر في عينيا هي كتخرب الوالدين نصفت الوالدين ماشي انا اللي مضارب غير في السيناريو الباب واش ما بعدو منيش ماشي السيناريو لي انا واش انا اللي طلع فينا في السيناريو اللي بعدو مني والله بعدو مني بقى في الحاجه علاش المره الاولى والثانيه والثالثه والرابعه شي خمسه د اللايفات ولا سته ودابا هو مالو دابا هو قال انا عندي مشكل مع صلاح ما عندي ما نصور منه راه نجبد الملوي باش ندير البوز باش نطلع على الكومبلاطور شوف هذاك الدري والله ما لا عمر والله الا سنعرف والله تضريف الرجل هذاك هي خسر معاك وصافي دي عافات اللقطه وانا هضرت معاه البارح ونعاود نهضر معاه اسمع الابارتيغ ديال هذه الليله ما غاديش يبقى يجبدك صافي انا نهضر معاه اشرف راه كيسمع لي هضرتي ما تهضرش معاه شوف جوج كلمات بغا شي لعبه نتفاريو ما عنديش مشكل بلا ما تبقى تقول الهضره ما بقاوش احنا ماشي بحال الدريات ديما عفرانا لعب هاد المهرجان دابا المشكل دابا المشكل تنعرفو كما كنت كنعرفو ماشي مشكل فهمتي كنعرفو المشكل دابا كنعرفو ملي شتو كيسبك طلعت قلت له هشام انا درت لي عليا هشام بعد منه هشام ما كيعرفكش وانت قلت له هشام ما كيعرفكش هشام جوج المعادل الطارو الزبل فاش كان كيقلب في الطارو الزبل وقع جوج ديال المليون يجيبها انا نعطي اربعه لا ربحني نعطي اربعه ويجيب ديك طنجة يجيب ديك اللي متلصقة على طنجاوة ماشي ساكنة في طنجة اللي متلصقة على طنجاوة يجيبها تتفرج فيه يجيبها تاهي تحضر تتفرج فيه حيت انتي انا عارف كتفرجي في اللايف انتي بلا ما نسمي سميتك انتي ما تبقى ايا شي حاجة ما بغيش تسميها بلا ما تسميها صح انتي ايا شي حاجة حيت نورمال مو هي بنت فاس بنت بلادي بنت فاس وساكنة في طنجة انا تنقول لك حيت انتي ايا ما صدقتيش انا تنقولها لك حيت كتعرفيني وسمعتي كيسب لي والديا وما قلتيش ما تسبلوش والدي وانا كنت في اللايف وفي شوف هشام دابا بلا ما تبقى تفقس راسك انا هضرت معاه البارح نعاود نهضر معاه دابا انا ما كنتفقش انا ما غاديش الوالدين اخوتي ما يتجدوش بلي عندو شي مشكل مع شي واحد يقصدوني هشام يكسبلو في البريفي كدا وكديا الفرشه ما كاينه على الفرشه ايا جي من الاخر قول ايا انت مالك ايا وانا بغي هي بلا ما نكمل السنيه باش ما ديرش الباس هي ما تسقاتش بنت الناس ولكن انا ولد الناس ما بغيتش نعطاكيها انا ما عجبنيش الحال حيت واحد ولد الكلبه كان طالع مع البارح تيقول له هشام 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 هو اللي تيعمره فهمتي ابعد من بوبو هذاك صالح خرج في يد بوبو والله يعني اصلا ما كان صالح واخا باش ما نتكيو عليها هي وياه بالسينيور بجوج بهم السينيور حيت قالت له قال له هو فرحان ديك لي زابوني ديالو ما عندهم ما يصوروا مني اقسم بالله تطيرك الامبراطوريه هادو غير الرجال حنايا جامعين غير الرجال كنديروا داك الشيء طلع نقول لك نهضر معاه صافي قلب عليه شو اما تحطوا الناس نارك عرفوا هاد البلاصه طقاو سميه الله يسجدك الامبراطوريه جبتك الله يتجبدوا شوف حتى تجبدوها حيت تفرجوا في المخابرات شوف بوب حيت صيفطوا لي اللايف وكنت داير عين ميكا صيفطوا لي اللايف المره الاولى والمره الثانيه والمره الثالثه والمره الرابعه والمره الخامسه وانا كنشوف وساكت ما بغيتش نهضر
كنقول مال هذا مال هذا مال هذا وما هي الشطرشة والله ما هي الشطرشة. شتيني شتيني مين طلعت معاه شتيني مين طلعت معاه ماشي واش انا مسالي البوبا صاحبي مقال مسالي قلتي قلتي شتي اللايف واش شتيني مين طلعتي معاه ما شتينيش واش اللايفات الاخرين صاحبي شي خمسه اللايفات دار عليا وكيفطر بيا ويتغدى بيا ويتعشى بيا بحال اللي مخرجني ليه الطبيب. انا راه ماشي قوي الباس اخويا صاحبي انا راه ماشي قوي الباس مخرجني ليك الطبيب. وانت هشام كل 3 ايام طلعت تعطي البنادم واحد السيمانه ديال الهضره واش خطا ديال هشام حنا هادو كيقلبوا على البنت. لا قبل المشكله شنو هي المشكله قول شنو هي المشكله شنو هي المشكله قال لهم هشام سبني ما خلاش ليا بالسبان فوقاش ما بقيتش عاقل انا فوقاش سبيته. انت ما كتعرفوش اصلا انا عارفك انا عارفو وانت ما كتعرفوش انا عارفك انت ما كتعرفوش انا ما عارفوش كاع انا واش كاين ولا ما كاينش. قال لك انا عايش حياتي في المانيا هو كيدور على الطريق كيفاش بالزنقه. قال لك انا شوف 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 ثاني زي خلي الله يسهل عليك كيدور الطريق كيجمع داك الشيء الله يسهل عليك ماشي المهم كيجي باب عارف كتافو ماشي مشكله. حاجه واحده اللي ما جبتيش ما جبتكش ما جبتش واحد الانسان ما عمره جبته كامل داك الشيء قالو كامل فهمتي ما يجبدش بنادم كيجمع في الطريق الزبال ولا كيخدم داكشي الله يسهل عليك كل واحد كيدبر على رزقه بطريقته فهمتي. ولكن بنادم يبعد على بنادم ما جبدوش وما يلقاش يجبد الوالدين يعني داكشي مشكل يجي يكسبلو في البريفي تقول له في اللايف طلعني فاريها معاك وزدات مادام علاش يطلع معايا علاش يطلع معايا ما كنعرفكش بعيد مني انا تنعتي ساعه دابا باغي يطلع كونت ديالك تطلعو بشي حاجه سير دير شي حاجه دير شي لعيبه دير شي حل لحياتك تجي عند الملول شنو ندير دير بيا انايا انا اش عندك ما دير بيا انا راه عندي ساعه خطره ما تسيني لي ونيش انا راه واحد كيحط تصويرتي في اللايف وكيقول لهم سيني لي واه وانتم توقفوا معايا كتزيدوه معاه الشعب والشعب الخضراء والحمراء الحاس القباد باب تسير سي سي ماشي الحاس القباد سي وهذه هذه اللي كانت معاه صاحبنا وهذه النهار الاول اجات هي كتميلق فيسبوك كتصيفط ميساجات عافاك جاوبني كدا تا ولات حتى هي كتطلعي في اللايفات ودابا المشكله اللي بقى فيها عرفتي كنت كنحتارمها طاحت ليا من عيني بزاف هو كيخسر في الهضره والسبان وتطيح الهضره وكدا وهي كضحك في اللايف عرفتك ديكولاس اقسم بالله عرفتك ديكولاس انت هي شتي انت ما يجبدوش ما يجبدوش صافي بدا ما كيعرفش البوب البوب هاد السيده هادي كنت كتبان لي في شكل زعما فهمتي كنت كنحتارمها وهي تبان لي ديكولاس بنت لي موسخه عرفتي علاش كيخسر في الهضره وما حداها المشكله ما حداها جالسه دايره اوت بارلر اسمع وما كتقولها الله يرضي عليك اوليدي كتقول الله يرضي عليك اوليدي وهو جالس كيخسر في الهضره وتطيح الهضره عرفتي هي من السمطه لتحت حدا ما هضر معاه هذا صاحبي راه قال كيسينيالي وبوب هضر معاه ما صاحبي غير مطلعين عليك ما غيسينيالك ما والو ها باغي لا لا باغي نسيني هاد الامبراطور ديال الصحيط ما بعدو مني راه عندنا الرجال حنا واش حنا عندنا الدراري الصغار نشوف عارفهم طلعين عليه عارفهم البوب قلت لك في امها كتقول له سير اوليدي الله يرضي عليك راسك تسمها هو يبقى هو يدير اوت بار المدينه اللي زيت مثلا ويبقى هضره ودابا اللي قطعني كنشوف اللايفات ديال هذيك مع واحد جوج اخرين كنشوف وتخسر ماشي بليته في شكل كانت كدير فيها زعما راه كاينه صح صدقتي قريده ولا تصدقتي قريده ايه ولا تصدقتي قريده بالله ايه صدقتي قريده هذيك قريده من درجه فارس ايه العياقه وبخ والنخ وطنجه وانا وبنت فاس وما نعرف في الاخر كطعم واحد كيسب كيسب حداك في اللايف كتباني حداه موسخه كتباني بيطاسه ديكولاسه صاحبتي راه هي اصلا هي اصلا كطيح الهضره في اللايف هي اصلا هي اصلا كتقول كدا وكدية والخبز الهنديه وبلا ما نسمي فهمتي ابعدوا مني بصح يلا بيتي دالف سير دبر على لي زابوني في جهه اخرى الله فين والله حتى ندير انا وياه شي برطيه مقوده هي بلاتي نتلاقاو انا وياه واخا هشام والله ما راجلو فرقتي بيناتكم اخويا شويه بيناتكم خليه يدقدقني باغي ترونجا عايق بك باغي تدي ما عندوش 100 مليون والله وقاصني تندير متحمه اجي يرسموني بالطبله بحال داك كوستا فهمتي راك ماشي بنادم تكتب على الحديد انا عارف والله ويقيسك بويزي بويزي يقيسك انت بضراري غير هكا طيح ما تنوضش عارف والله متحمر بالله العلي العظيم ندير كي هذاك اللي كيقيسو في كره شكون هو شكون واحد خينا كيقيسو في كره كيبقى يمثل بزاف نيمار 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 كيضربو هنيشه نيمار نيمار كيطوطا هو نيمار غير الريح صافي كيدوز كيبقى يغوت كاين واحد اللي كيقيسو شكون هو هذا اللي كيقيسو كيتجبد في كره بوزيكا شكون نيمار 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 زعما كيمثل بزاف نيمار هو بزاف
راني في واحد العربية خيا هشام. شوف 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 غادي نشعل لك. شوف راني بس احنا جايين احنا كنضيف خلاص. راني حدا النادر دالفول وشعل اللايف في الايفون. انت محشي في عربية وكتقول جايل. فين جايل في مكسيكا؟ شوف 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 اخيا هشام شوف في المدينة. فين راها؟ راها المدينة هذاك الضوض المدينة هذا. يخرج شي جني يعوق تما بزاف. الجن ما كاينش. شكون اللي قال لك ما كاينش؟ هذا وفاء كتقول لك ان شاء الله. انا عاد شفت الكومونتير ديالها ان شاء الله يديوك حاكم. والله الا عبرت عليها والله ما كان ضحكي. الا كنت كنهضر نيشا والله ما ندخلك حتى من الشتا. بالله العلي العظيم تكون الشتا خيط نص مال تقع عليا تقول لي يخبعني من الشتا. والله لا دخلتك. على زعما شنو بيناتكم؟ ابي شوف شنو قالت. شوف شنو قالت. قولها سيقطيني وخطيري. كاينين بنات الناس اللي كيدخلوا كي كتدخل كتدخل لك الرسميه والكنيه. هادي شو كي داخله والله يبين اللي كتقول لك الرسميه والكنيه بنت الناس. ما هادك عمره دخلت لبيت الناس. اللي دخلت عندك قالت لك بويزي قال السلام عليكم الرسميه والكنيه صافي. هادك هي الرجوله كتحس بيها عندها عزيز نيجا. هشام واحد خينا دخل لي قال لي اخي يا اخي حاكم غادي تتعامل معنا رجوله. قلت له مرحبا شنو كاين؟ قال لي نسرد لك 100 درهم ووصلني غير على الشراكه. غير على الشراكه. اذكر عندي واحد انا قال لي نعطيك 1000 درهم ووصلني 30. اما هاني يقول له نتعامل معك في السيمانه وبقى ترمي في السطوريات وكتبت شي تصويره الله يرحم الوالد. هاني 1000 درهم هاني هي سرد قول له يدوز لعندي 1000 درهم 30 كا. الله يهديك ابو زيد انه يدوز لعندي. والله لو قلتلها ما كيديرش كوكا بيناتنا. سرد لي منو اما اللعيبه ديال الكيبوي وكذا خلينا اخويا ما كنتش كيبوي انا. رجمي شحال واعر هذاك السميه والكنيه ولا غدا كيقر لك الكوب. ويلي 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 كتمشي لذاك مولا في كيسميته كدير لها التليفون ولا كرت كترميه من الكوب في الخواق رزقي. راه داك المد العين والله ما عدا المد العين والمد المشكل دابا ما من كتكلاشي عاوتاني ما من عندك المشكل. انا عندي حتى مع شي واحد المشكل. انا لما حيت كنبغيه كنضحكوا صافا خايا هشام صافي. عندك مشكل دابا غير مع بدر هاري هو اللي بقى بينك وبينه حساب خاص تفريها انت وياه. والله حتى نفريها معاه بالله. انا نتكلاش مع اي واحد ولا اني يكون كثر مني في لي زابوني. دابا بيني وبينك دابا لا جا شي واحد قال لك انا عطيوك 10000 درهم بغيناك دكدك بدر هاري شنو غادي دير؟ بويزي كاع 10 سنين سمعتي 10000 درهم نتايا. والله اخي تنسبو ما بغيناكش نسبو. دكدكو دكدكو واشنو هو الدكدك؟ هو السبان. لا الدكديك العصا يعطيوك 10000 درهم واش زعما تخرج له؟ اقسم بالله العلي العظيم داك 1000 درهم داك 10000 درهم حتى تشريها هي قبص. هي مع القبص بالله. انا عارف كتشوف 10000 درهم بون زيك راه وليو فيك 100 بالحجر والمضى. هذا عطيونا شي مضايه ولا اودي تخاف الضرب وما تحكموش في صدقيه اخي. عرفتي بغا كيشتت لك على راسك. هشام عمر شي واحد ضربك شي ضربه دوخك ما تكذب؟ لا والو. اي 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 بريسلي وكلاط فوست كومبا. فوست كومبا وقعت ليا فوست كومبا. لا في الزنقه هكا مشيتي تهضر مع شي واحد وتستقم دوخك. ما كنمشيش نهضر معايا بالله. انا نقول لك علاش ماشي انا واعر ماشي انا واعر ما عمر شي واحد دوخني حيت ما تنجبدش عباد الله. لا هكا في شي برطية هو الراجل كيضرب ويتضرب اخايا عيش. انا والله الا واحد كيضربني خويا انا في بوزيكا ما تنجبدش عباد الله. لا جبدني بنادم اوتوماتيكمون ما غاديش يغلبني حيت ربي معايا حيت ما كنتعداش. وحق هذا الخير اخايا عيش. واحد بنادم كنت حقرته وضربته بطرشه ماشي حقرته. زيدنا انا وياه في الهضره وانا اللي سبقت.
ضربته بالطرش دايره في كرشي، اقسم بالله الا حشى لي ستيلو هنايا. هادشي اللي قلت لك انا، ما تعداش على بنادم، ما تعداش على بنادم جاد الله غتغلبو. كان هادي قتلني بدري ستيلو بيك. ايوا قفر يجيبوا السلاح قدام القاضي باش ضربتيه، سلاح ابيض من نوع ستيلو بيك جاري ما كيدير. قسم بالله الا ضربني لا بستيلو حق لا الى الله وفرط. عرفتي الدم ما بغى لا يحبس، انا كنت صغير عادي والله الا مشيت درت له التحميره لا الى الله الا في الصغر كنت شوف شحال هذه حنا كنتفلخوا كنجرح هي التحميره صالحه دخلتي عندي حاجه واش وقعت لا اسمع قدامي ما كنعقلش اخي عايش ووافع نعم دابا بحال لي انت شي واحد قال لك داك الواحد انا كنسالو الفلوس وقبضتك انت يا بحال انا دابا كنبيع مواد غذائيه عندي حانوت وكنسال داك السيد كيدي بلا خلاص وبحال لي ولا كيحشم يجي لعندي حيتاش مازال ما خلصنيش وقبضتك انت يا وفاء قال لك بنتي سيري جي قولي للحاكم قال لك فلان عطيه شي كيلو تسميده جيت انا كنسال داك السيد وانت هي الطريق رديت لك الصرف قلت لك سيري قولي لذاك السيد تجيب لي رزقي عاد نعطيك كيلو تسميده هذا الشيء اللي وقع فهمتي شوف انا ما سمعتش منك انا سمعت غير من الطرف الثاني فهمتي هو صديق ديالي وانت كان المتتبع ديالك كنتبعك كتضحك لي وهذا والسلام عليكم قلت لك واحد الاسلوب انا درت لك هكاك انت هي راكي هي الطريق انا راه ما درت لك هكاك انا عارف وراكي تصنت تا وادي وسلام انا عطيتك انت هي باش توصل له ما انت هي طريق ما بيني وبينك حتى شي حاجه انا ما عجبنيش الحال دابا داخله كتقولي ان شاء الله يديوك شو مالك اخي تا وفاء تقولي هاد الهضره دي معايا ولا كانوا بيبان السما مفتوح هذيك مضحك بعد واش درت بالك حاكم انا راه قلبي كبير انا غير كنضحك انا ما كنضحكش حتى شي حاجه قلت اسمع هذه عياقه قديمه وانت اللي تقبل لا دابا انت بهضره هذه كطلع عليه يوقف حدا كدير شي لعبه وكيكتب بطل قداش انت حازقه صاحبي شتري كيبس بردين انت صاحبي شارك مريضه بويزيكا صاحبي ما خليتي حتى شي واحد في هذا المغرب ما كلاشيتي جيت عملت كلاشيني انا واش مريض ولا مال الله اخي هشام انا كنحترمك بحيث رجل امن ام انا والله تنتخارى معك بالله شمن شي بدر لا ولكن انت جبدتي لعيب باش جبدني ماشي رجوله باش جبدني بويزيكا صاحبي ماشي رجوله باش جبدني انت كتهضر مع اسماء عطيتيها النمره ديالي بدات كتصوني عليا كنت تسب وفاء مسكينه اش بينك وبينها باش تسب هذيك هذا هي تسبوا لي انت يا صاحبي ما تعي المثال هذا هشام مازال ما طلعش اللايف اجي نسبوا لي الله يلا يسبب الله يسبب خيس بم كيكسب مالكم ما عارفوه ما عارفوش مالنا هاد بوزيكا في فعيل شي فعيل ديال القرودة خلينا ما دفعيل ديال القرودة بوزيكا صح الناس هادي تحكم اخايا ايجا وليني والله يتنطع لي الكازا بالله ام حدك مرجع ما حدك مازال ما بديتيش الخدمة والله يتنتخارى معك برا زعما الخدمه كطاكي عليا سميتي سعاد انايا لا اسمح لي الا كنت خدام بوليسي وضربتك راه فيك 12 شهاد بلا ما تحتاج تجيب الشهود فيا 12 شهاد قبور انايا بوزيكا صاحبي والله الا بوليسي فيه 12 شهاد وانا ما فيا حتى شهاد والله تثقل بني المهم ان شاء الله انت مازال ما بديتيش والله تنتخار اصافي الدراري انت ما عرفتيش بوزيكا طلع صاحبي مش تمشي معايا في العيد عاقو بينا عاقو هو دي طيح الله يبعد صوني صوني على وفاء صوني على وفاء وفاء صوني علي انا كنتي في اللايف صوني علي صوني صوني علي هذا المشكل اللي واقع وفاء صوني علي اخلي هذا اللايف هشام ما تسوبريميش صافي رمي وفاء طويل نقصوا منه وفاء الصون اللي كانت في اللايف راه غتصون هشام باش كيطب لي كينعس داير رجال باش الا حلم مع شي تيتيزا كيكون موقف الشعر لا لا انا غادي نمشي الناس دابا غندوش لا شنو واش هاد الناس واش غادي ندير اللايف غادي خاصك تكون مقاد الحاله وكذا فهمتش دابا غادي نوض قبل ما الناس غندوش دابا قبل اللايف كدوش وتصايب الحاله عاوتاني بحيث كتسالي اللايف كدوش لا كندوش بالليل فاش كنعس وكندوش عاوتاني بالصباح فاش كنفيق ضاع لك
ضاع لك ديما تدوش. والله عايش بحال والله الا لاباس عليه الدراري. وريهم الدار عايشه موري حق ربي الا لاباس عليه. ما تسردوا له حتى لعبه، سردوا لي انا، انا اللي عايش هذا التبنى. ها هي كتسمي وفاء. الله ها وفاء كتعيط. ها هي هاي وي وفاء. واش انا نقول انا ولا انت؟ وانت هي هضر معايا. ها هو فارك انت في اللايف راه سمعتك سبيتي، بغيتي بوزي ما يبقاش يكراشي كسر ديالو خطي. والله العظيم هذه هي الهضره اللي انت في الخصات ما خدمتي صورتيها. راني سرت لي البوليس. قلت لك سردات لك البوليس ابو زيد. الله يسر. انا خاطين انا خيتي شوف ما ديرش ما تخافش. انا الصندله الجامع الدار خاطيطي. وا سيريا انت على الجامع الدار انت العربيه راك ما فهمتيهوش. ابوزيك ابوزيك اسمعني اسمعي حكيم، عرفتي الحاجه الوحيده باش جبتيني انني واخا صيفط لك اوديو عصرتك فيه ما جاوبتينيش. انا دابا قدام الناس كنحيد لك الشابو وكنعترف بك. ويلي واخا تكوني كتبوا لي ها هو يلا بديها لي زربتي مرة باش ندير القايده والدراري حتى انا طز. هو حقا انت كتحسقي القرصه. اه وا زعما انت كتركبي على البحر. لا لا انا والله ما نفخش من عاس وخا تكرشي فيا تشبع تتشبع. هاي كنضحك معاك حتى وفاء راه حنايا هاضرين وانا بينت لك. شتي داك السيد بلا ما نجبدو الاسم ديالو ولد مدينتي والله يسهل عليه وكذا. اقسم بالله الا كانت مشات ليه الباج اسمعي اسمعي اخيتي وفاء دابا نسرد لك السكرين. شوف داك السيد كان هو عنده شي 100,000 المهم داك الوقيته انا ملي كانت مشات لي 500,000 راكي عارفه هذا السيد. انا طلعت تحفرت خربت قلت ما كنعاود. واحد النهار تجلس انا واحد السيد بحال وهو داير واحد اللايف في واحد الجروب وداك الدري داخل في التليفون ديال داك الدري قال لي هذاك فلان هو سلمت عليه بخير مزيان راه مشات لنا الباج وكذا وكذا. دوزت للدري قال له تدير له شي اشهار راه مشات له وكذا وكذا. ودابا بحال بديت انا بنت عند داك الجروب الناس كامل عرفتني بيزيك وكذا. والله العظيم الا بلوكان انا وداك الدري وبلوكان بلوكان. وانا الدري مشيت كنهضر معاه سكري دابا دخل لي ليك دارت ليام. شوفي دارت ليام وجا لعندي قال لي خا حكيم دير لي شي دفيعه. قلت له مالك 207 ميت للبتري ولا قال مشيت هضرت معاه سكريت لي بلوكان. قلت له عقلتي فلان فلان. قال لي واش لي بلوكان سكريميت وسرتو له وما بقيتش كنبغي نجاوب. ولا خلينا من داكشي اللي بغا شوف اللي بغي يطلع الانستغرام يدوز بريفي تشنقت. ارانا العاقه نطلعوا لك ارانا العاقه نطلعوا لك الكونت اللي بغي يطلع الكونت دوز بريفي بيبليسيتي. خلينا اش من دفيعه دفيعه مالك من باتري. شوف حنايا ماشي طلعنا طلعت عند بوزيكا راه كانت عنده غير 2000. بوزيكا تعقلت طلعت معاك واحد المره قبل اللي سمع هذيك تقول طلعت معاك. طلعت معاك ولا كتقول لي عم طلع معايا هذا ولا نطلع اشنا ماشي نطلعوا معنا راه عندنا صغيورة تاعك ولا ولا دي كتعوجها سي نورمال تفكرها كي معاك. هذا بعض الهضرة عرفتي راه والله العالي العظيم الى لا اله الا الله وصافي. واحد خيتي مكلخة هشام هشام اكسمعك. واحد اخيتي مكلخه بغات تكسر راجلها دارت له الفردي في الحريره. اه عرفتها دارت له الفردي في الخبز. واحد الرب الكذوبه هشام بوزيك سميته هذا اوكي عاود واحد